مسلسل الفلتان الأمني وإشكالية اقتناء الأسلحة بترخيص أو من دونه، تتواصل جرائم وضحايا، وآخرها الجريمة التي هزت مدينة طرابلس وجرت أحداثها في منطقة القبة مقابل كلية الأداب في الجامعة اللبنانية في المدينة، حيث أقدم المدعو عادل القبوط ليلا على إطلاق النار على أشقاء زوجته محمود برو وسراج برو من مسدس حربي، ما أدى إلى مقتل محمود وإصابة سراج بإصابات خطرة. الجريمة وقعت على خلفية مشاكل عائلية بين الجاني وزوجته شقيقة الضحيتين، وبحسب رواية شقيقة المغدور فإن الجاني أي صهر الأسرة اقتحم منزلهم ليلا مع عدد من الشبان لأخذ شقيقتها بالقوة من منزل ذويها. قال له شو في بينك وبين أختي؟ قال له ما في شيء. جاوبت أمي، عزمتها لأمي على البيت وقالت لها نعساني بدي نام، مرضعة كل الليل ما بتنام يا أمي. شو المشكلة يا عيني؟ ها هي المشكلة. شو بطالب؟ احنا منطالب بأربع أولادها مع الأمية، الأمية المحرضة. هذا بده إعدام، هدول شروب، هذا منو جاي عم يخوفهم، هذا ما عم يخوفهم، بخوف بقوص بالعالي، هذا قوص ثيابي لأخي بظهره غدروا لأخي، أخي رجال، أخي رجال غدروا بظهره ثلاث ضروب وضرب بإيده، ضربوا اجى الثاني اخو ضربوا بخسروا لاخي الثاني، ضربوهم اواز موتوهم بالارض يا امي. وقد نقلت الجثه والمصاب الى المستشفى الحكومي، وفر الجاني مطلق النار الى جهه مجهوله.